وذبحني. شكرا في ما موش دماغك الطباقة. واو لا بس انا مش فاهم ده ايه ده خروف طب كملوا خروف مش حلو خروف معاق الله اوقف الكاميرا ابداع ابداع شوف ايه ده ايه تايتانيك ده شوفوا شوفوا ما شفتش اعطوني حاجه شوف رديتها ايه اعطوني حاجات غريبه ده ايه ده واو لعبه حلوه يلا امسح واعمل امسح واعمل انت امسح شويه انت يا ليلى الصبها أنو يا ليلى الصب متى غدو يا ليلى الصب متى غدو القيام ذات موعد رقد السمار فأغرقه ألف سمار فأغرقه رسم في الليل كلف بغزال زهيم أياف عبارة ما تزوداش قوي يعني فاهم؟ نعم هو وغلني فيها فيها ميدك فيها فيش نص مفيش رسمة في الكون ما يطلعش منها حاجة واو لقيت لها فكرة حتى تديني فكرة حلوة والله رسمت لك تعرف الافلام الكرتونيه دي القديمه لما يطلعوا حاجه غريبه هعمل
لا في امكانيه انك تمسح. هي بقى لا يعني لو حاجه هرسم بقى فيها كون الفكره يعني، ولو حتى لو انت عايز دي عايز دي يعني لا ما تمسحش، هو ده اللعب مش هتفرق. اللعبه حلوه. اوكي عشان اوضحها لك يعني في الاخر المفروض تطلع ايه. سيك على الله كانت كده صح. سيك اوكي اهو باين باين سبحان الله بتطلع حاجه انا مش متوقعها كده. هي دي قاعده في الرسم ولا ارسم اي حاجه تطلع اي حاجه؟ طبعا ازاي بس حايبه هادشي باينه باينه عرفت الديره. عارف الستات الكبار بقى عاملين فرولات في دماغهم دول؟ يا جماعه اديتك شيء دي اللي راسهم دي اللي دي اللي هناك سبحان الله. الله هو حاجات لعبات فعلا ما فيش حاجه ما بتطلعش منها حاجه. يا حبيبي خلص خلص الأزرق فين؟ هي الأزرق مفيش أزرق عايز رسمه كامله ومش مفروض انك تفهمها لي. ها
ننزل. بس المفروض ما تمسحش، انا عايزك عمال بتمسح، بس انت المفروض ما تمسحش كل الكلام ده. اخوي في كتير الشاشه مقمعه الغدا، رسمت لي اكتر من كده. ها رسمت لي حاجات جوه بعض وفي الاخر طلعت لك منها شكل. وانا غادي معاك، انا ولكن عندك شي كتير مقمعه الغدا. صح، اعترف انك فشلت. ماشي فشلت، اختي مسح دار واختي مسح، مش مسموح لي مسح بزاف. انت قلت لي كده امسح، قلت لي لا، رجعتها تاني وكملت عليه. تفضل. مين ده؟ ده المشكلة بتاعتك. بتاع المرور. مدير الطريق. خلاص فشلت. فشلت صح؟ ابتدي يلا امسح. شوية شوية. لاعبين لعبة. شوية. هو بيرسم لي خطوط 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 وانا اطلع منها رسمة. شو؟ هو انا بقعد ارسم له أي حاجة في بعض وفي الآخر يطلع منها رسمة. بس انت رسمت لي كتير. لا انت ده اللي عملتها المره اللي فاتت. الناس شاهده، الناس بتشوفنا وشاهده. ارسم ان شاء الله ترسم لي مليون الف حاجه دلوقتي. هاي مش لعبه، هذا فحص في التعامل بالجامعة شكلها من ده. لا خالص والله عمري ما عملت. بس انا عندي معلومه ان اي حاجه بيطلع منها رسم ايا كان. هي دي بتطلع منها، بس انا فكره ابتديتها غلط. ايوه لا بالعكس، انت ابتديتها صح ونهيتها غلط. يعني انت ابتديتها صح، كانت ممكن تكمل كويس. بس افكار لازم افكار. استنى لنا ونسيم شويه من شويه، في الاخر طلع خروف. سامي سامي شي شو يلا. لا انا اللي هعمل دلوقتي عشان انا عارف ان هو هيكربسها لي. بس ما استنى، بص بص امسح 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 عشان افهمك حاجه. ما تدخلش خطوط كتير في بعض. يعني هذا هو التحدي. وين؟ ايوه بس مش كتير في بعض، يعني مش كتير في بعض، بحيث ان يعني انت تقعد مثلا تقعد تدخل خطوط كتير في بعض. الشيء اللي درت لي انت درت لي بزاف. ايه مش اخباطك؟ مان اصبر عليك. انت عايز اي كلام في حد؟ اصبر عليك. ما تعملليش وش، ما تعملليش لا وش. اي حاجه في الاخر تبقى مفهومه. وش مش وش، انا من لما انا حسب ما الرسمه تطلعني. يلا باينة باينة، كان اعطيك شي حاجة اللي باينة. اعطيتني شنطة، اعطيتني بزاف ديال الحوايج. دي المفروض يعني دي باينة؟ اللي باين فيها زمتها. المهم اختار اعمل طلع منها شي حاجة، المهم غتطلع صح غتطلع. باغي الناس عباد الله انا. مدام كارلا تجي دابا اكسب عادي. مدام كارلا تجي دابا. كارلا منها؟ غتجي دابا يعني غتجي هلا يعني. بعد ما تخلص مع انيس و حل. اوكي. عملت لي زي ما عطيتنيش، انا ما عطيتكش كمان.
خطوط 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 العقد خطوط الطول. استنى بس كاميرا شايفينه وداني ايه صح؟ اوكي استنى ما اشوف قلم تاني عشان يبان اللي مكمل عليه. هرسم بالكحلي اللي انا الجديد فاهم؟ عشان يبان انت رسمت لي ايه وانا رسمت ايه. هرسم بالكحلي الجديد عشان يبان انت رسمت ايه وانا رسمت ايه. ممنوع المزح. لا ما بمسحش حاجه خالص. لك اكتر ايدي يا هبل. نعم ايدي انا اوريك في الاخر اهو ايدي. اه اوكي اوكي حطيتها لك اهي. فين فين برافو. اه كين 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 عباس كين صح كين كين مركبه برافو. عطيتها تخرب يا اخي نطلع منها رسمه هذه اللعبه اللي كنلعبوها. كاينه 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 بس المركبه مش باينه المركبه. لا اهي 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 دي الحبال بتاعتها اهي دي الشبكه ده هيل كل تحت الميه فاهم؟ فهمت فهمت تعرف يمسح امسح امسح برافو. استنى عشان هو ده الفنان يطلع من لا شيء شيء. ما تزنقنيش عشان انا لما بزنقك لما بزنقك لما بزنقك ما بتلاقيلهاش حل. انا هلاقيلها حل. انت مش هتلاقيلها حل. من شويه كنت واقف مطلع لسانك قدام البتاع. لا يا حبيبي انا بديت غلط فهمتي بديت في الطريق. انت شوف انت عملت ايه انت تعمل لي خطوط في بعض. بديت في الطريق فهمتي والطريق خاصة بزاف. الطريق بص ولا الطريق برا مش الطريق. الطريق خاصة بزاف ديال الحوايج.
اوكي 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 ايه يا عم الفضاء ده؟ صدقني اقسم بالله انا لما برسم ما بعرفش انا برسم ايه ولا في دماغي اصلا. ما تكتكش ما تكتكش بالزاف يا صاحبي ما تكتكش بالزاف. يلا اشتغل بالليزر. والله لا يعني بص انا من قبل ما يعني بصيت لها بس كده يطلع منها كذا حاجه يعني مش صعبه اصلا. هات القلم الازرق كده الازرق. ورايا خمم ليه وحتى خميمه مزيانه. يطلع 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 منها مليون الف حاجه. شكلها عامل كده. طلع من الزيت العود. والله تقع عارف عارف انك هتعمل ضفيره في الاخر. استنى استنى. ارسم على الاحمر نفسه لو عايز. لسه حاجه لسه هتخلص مع انيس وما متاح لي خلصوا مع انيس موبيل وبيطلع مدام لسه هو يبقى هتلاقيها طبعا هتلاقيها طبعا. يعني احنا تلعبوا اللعبه دي ده احنا ميتين ضحك من شويه ده كل شويه عقدها لي طلع له منها رسمه عقدها له يعني يموت. فين؟ لسه كمل يخرب بيت الوشوش المبهدلة اللي انت ده الوش الاكل بوكس بس بقول لك لا اسلم بسرعه قولوا له اهل الذوق مالك يا حبيبي متوتر ليه مالك؟ ممكن الون معاك؟ لا استنى انا عايز اعمل لك واحده يا هايدي تعمليها انت. هلون عينيها حبيبي 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 هلون حبيبي حبيبي اجلسي اجلسي لا هذا احنا في تحدي. تحدي ايه يا حبيبي؟ هو في رسمة اصلا؟ جدع انت كنت نفسكم ترسموا بنت بس قلبت على حرف اس. انت فاهمه حاجه؟ انا عامل في عينيها صور. انا لحد دلوقتي ما فهمتش. في رسمتين حلوين مع بعض. طب يلا ماشي اوكي خلص 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 وضحها لي بس استغل كل خط ها يعني مش في خطوط ما تستغلهاش وتطلع لي رسمه وخلاص. قولوا له بس كل خط مرسوم طلع لي منه حاجه.